مشاهدينا، وللمزيد بشأن تزايد نسب الطلاق في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة آمال الضفيري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم. يعني بحسب إحصائية حكومية أكثر من 200 حالة طلاق في اليوم الواحد سجلها العراق خلال شهر شباط الماضي، إلى ما ترجعين هذه الظاهرة الخطيرة التي بدأت تنتشر بالمجتمع كالنار في الهشيم؟ نعم، شكرا. طبعا الأسباب كثيرة، وأهم الأسباب هي أسباب اقتصادية، وأسباب طبعا تؤدي إلى أسباب اجتماعية، وهذه الأسباب الاجتماعية كثيرة يعني إذا نقدر بعدين نفصلها. لكن السبب الأول اللي يعني حسب ما يعني طلعت إنه تكون الأسباب اقتصادية، ثانيا سن الزواج، كثير زواج يعني قاصرات، يعني قاصرات أطفال تقريبا ما عندهم خبرة، مخدرات، على يعني كثير كثير أشياء. نعم. طيب، هنا أيضا الفقر يعد من أهم الأسباب وأحد الأسباب لتنامي ظاهرة الطلاق في العراق. يعني إلى أي مدى ترين أن البطالة وعدم التوظيف لها الدور الكبير في انتشار ظاهرة الطلاق؟ طبعا هي البيوت على أي أساس تبنى؟ لازم هنا الجانب الاقتصادي أساسي، يعني ليس هو الوحيد لكن أساسي في بناء، وأنك تتزوج وتفتح بيت ويصير عندك عائلة. المشكلة تعد نحن نسبة البطالة جدا عالية، عندك مخدرات، عندك البطالة تؤدي غالبا إلى إدمان. وأرجع وأقول اللي يضطر يقعد ببيت أهله مثلا، يقعدون ببيت أهلهم، هنا راح يصير عندنا مشاكل ثانية. فالبطالة تترتب عليها كثير كثير من الأمور. نعم. أيضا هناك وبحسب الإحصاءات فإن تصاعد التعاطي للمخدرات بين الطلبة أصبحت ظاهرة منتشرة، كيف يمكن تفسير تنامي هذه الظاهرة ولا سيما تأثيرها الاجتماعي بزيادة التفكك الأسري ومن ثم تؤدي إلى الطلاق؟ طبعا هذه مصيبتنا الكبرى، التعاطي هذه، وكلام وزير الداخلية السابق أنه أكثر من 50% من شبابنا يتعاطى المخدرات. التعاطي طبعا قلنا هو مرات يكون سبب الفقر، ويكون بعدين هو سبب الفقر، يؤدي الى طبعا عنف اسري، حالات يعني مع الاسف اغتصاب وحالات ضرب. وطبعا بهذه الحالات يعني انا اشجع على الطلاق على فكره، يعني ليس الطلاق هو دائما حاله سلبيه، لكن في بهذه الحالات وفي اكو هناك يعني إدمان وعنف أسري، طبعا الطلاق يكون ظاهرة يعني جيدة على فكرة. بس عندي نقطة، كانت عندنا عوائل فقيرة بس ما كانت مستفيدة، يعني الفقر هو مو سبب من أسباب الطلاق. كان كثير كان عندنا عوائل فقيرة ومتعففة، ولكن تشوف القناعة. المشكلة صارت عندنا ثراء فاحش غير طبيعي وفقر غير طبيعي، هذا صار عدم يعني التزام بالمجتمع. بالطبع هذه تؤدي الى مشاكل اجتماعيه ومن عدها الطلاق. طيب، هل تتفقين انه بعد عام 2003 شهد العراق تحولا جذريا مجتمعيا، وهذا التغيير ربما احدثته الاوضاع السياسيه والاقتصاديه على المجتمع العراقي، الى اي مدى اثر فعلا على بنيه الاسره والمجتمع في العراق؟ هو هذه مصيبتنا الكبرى، هي مصيبتنا بدأت من الاحتلال. الاحتلال بالتأكيد جاء لهدف معين، جاء لتفكيك العراق، جاء لتدمير المجتمع العراقي، ونجح نجاح كبير بهذا الموضوع. راح يعني إذا نشوف من 2003 لحد اليوم جابوا يعني مع الأسف أقولها يعني عذروني حصالات المجتمع حتى تحكم العراق، جابوا الشخص المتخلف حطوه مدير جامعة، الشخص اللي بس يقرأ ويكتب حطوه مدير مستشفى، بنات الليل صاروا هم اللي يحكمون. إذا هو عندك بسبب الحرب، يعني الحروب الداخلية صار عندنا تهجير، صار عندنا هجرة، هذه كلها الأساس نرجع لها هو احتلال العراق سنة 2003.
طيب ألا ترين أن هناك تقصير من قبل وزارة العدل وكذلك وزارة العمل والشؤون المجتمعية بمتابعة هذه الموضوعات الأسرية؟ يا ريت عندنا عدالة، وعندنا شؤون مجتمعية، عندنا مثلا هناك منظمات مجتمع مدني المفروض أيضا تنشط، لكن يعني الموضوع كبير. أنا أعتقد هو أكبر من طاقة وزارة العدل. يعني ما أعتقد أن وزارة العدل حاليا مشغولة بمواضيع الطلاق والزواج. يعني هذه ظاهرة جدا خطيرة، جدا جدا خطيرة. إحنا نعرف أن الأسرة هي أساس المجتمع. إذا الأسرة هي متهدمة، كيف راح يكون المجتمع العراقي؟ فعلا 6000 حالة طلاق في شهر واحد رقم خطير. من ستوكهولم الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة آمال الظفيري، شكرا جزيلا لك.